السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم كله طاقه ايجابيه. بلا شك ان بزاف ديال الاخوات فقدوا هذه الطاقه هذه وهذا الحماس باش يقلبوا ويبحثوا ويشوفوا الوصفات الطبيعيه اللي ممكن انها تساعدهم ويحصل بها الحمل. الهدف من هذا الفيديو هذا انني نعطيكم الامل. بزاف ديال السيدات فقدوا الامل في الانجاب. بزاف ديال الاخوات كيشوفوا الفيديو ديالي ديال اليوم وكيشوفوا القناه ديالي وما عندهمش واحد الإيجابية، يعني كيقولوا بأن الحلم ديالهم مستحيل. فداك الشيء باش جيتكم بهذا الفيديو هذا باش نقول ألف مبروك لهاد الزوجين هادو، ألف مبروك لهم بعد طول انتظار 23 سنة من الحرمان، 23 سنة من المعاناة. بلا شك أن هاد السيدة هادي حصلت على توأم ستة توائم ما شاء الله دفعة واحدة، يعني في نفس الوقت. سبحان الله، بلا شك أن العطايا ديال الله كثيرة وكثيرة بزاف. بلا شك أن ربي ملي كيعطي كيدهش، وبلا شك أن الله مخبي لك تنتية بزاف ديال المفاجآت. الهدف من هذا الفيديو انني نقول لكم بانكم استمروا، لان شوفوا كيفاش هذه السيده هذه في واحد اللحظه جاو هاد ستة توائم مرة واحدة، وهي ما كانتش يعني متوقعة هاد الأمر، كانت كتنتظر واحد فقط، يعني طفل واحد كتنتظره في ديك 23 سنة. سبحان الله، ربي فاجأها من بعد هاد الصبر ديالها ومن بعد المعاناة بهاد التوائم ما شاء الله. يا ربي إن شاء الله تخليهم لها، وأكيد إن شاء الله يا ربي ترزقكم بالدرية الصالحة في القريب وتفرحونا جميع. إذا ديري اليقين ديالك في الله، توكلي على الله، جربي بزاف ديال الوصفات وديري بالاسباب. ورا كنعطيكم الوصفه ديالي الخاصه، الوصفه ديال العسل والاعشاب الممتازه اللي بزاف ديال السيدات حققت لهم حلم الامومه في واحد الوقت قصير جدا. وصفه رائعه جدا، بلا شك انني بغيت نتكلم عليها حتى في هذا الفيديو باش السيدات اللي مازال ما جربوهاش يجربوها، علاش لا، وتجيب معاهم نفس النتائج. كاين سيدات ما شاء الله عندي كبارت في السن رجعت لهم الدورة ديالهم وإن شاء الله يكون عندهم الحمل. كاين سيدات حملوا في سن يعني متأخر. بزاف ديال الأخوات كان عندهم مشاكل، برد في الرحم، سحر الأرحام، كان عندهم تكيسات، كان عندهم سداد الأنابيب، كان عندهم مشاكل في سوء جودة البويضة وحسنات لهم الجودة التبويض. مناسبة كذلك للزوج، يعني تا الأزواج بجوج ممكن يجربوها في نفس الوقت، غتعطيكم نتائج ممتازة إن شاء الله. وسيدات اللي تفاجئوا بالحمل ديالهم من أول استعمال، كاين سيدات من ثاني استعمال على حسب المشكل ديالك كتعالجوا لك. غادي نخلي لكم النمرة ديالي في أول تعليق إذا كنتي مهتمات وبغيتيو تانتوما تجربوها، علاش لا، جربوا الحظ ديالكم وديما دير بالسبب. ربي كيبغي العبد ديالو يكون صبور وكيبغيك ديري بالسبب، وان شاء الله ربي ما غاديش يخيبك. وديما ما تفقديش الامل، ديما خليك على يقين بان الله غادي يفرحك ولو بعد حين. سبحان الله، فهاد القناه بزاف كانوا فاقده الامل، بزاف اعطيتهم الطاقه الايجابيه واستمروا وبحثوا وداروا المجهودات ديالهم، وربي كافئهم بالذريه الصالحه. كاين اللي حملت بتوأم ما شاء الله على حسب المشكل ديالك، هاد الوصفه هذه ديال العسل راه ممتازه ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم الفيديو، بغيتكم فقط يعني في هذا الفيديو هذا تبقاو ديما على امل. راه كنعطيكم نماذج حيه لسيدات اللي بقاو سنوات وسبحان الله جاهم التوأم وكانت العطايا ديال الله كبيره بزاف ومدهشه. اكيد بلا شك ان هذا الفيديو هذا الى عجبكم ولقيتوا انه ممتاز، حاولوا انكم ديروا لي اللايك وتنشروا لي الفيديو باش حتى السيدات يستافدوا منه وتا هما يزيد يبقى عندهم الامل، وان شاء الله يبحثوا على الأسباب وإن شاء الله ربي يكافئهم بالذرية. إلى اللقاء، فيديو جديد، بسلام عليكم.